الأحوال الجوية والطقس الآن. وفقة أخيرة مع ليلى عمر. ليلى، شكرا لكما، وننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 23، الصغرى 15، الإسكندرية 21-13، مطروح 19-12، بورسعيد 21-14، الإسماعيلية 24-12. ننتقل للسويس، العظمى 23، الصغرى 14، العريش 22-11، طابة 20-13، شرم الشيخ 24-17، الغردقة 23-15. أما في الأقصر 25-13، أسوان 26-14، الوادي الجديد 24-12، شلاتين 27-17، وأخيرا حلايب 24-18. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.